ما يفعله الجمهور الوهراني في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رائع واستثنائي بتشجيع كل المنتخبات المشاركة في الدورة، لكن دعمه للمنتخبات المصرية فاق كل التوقعات. الجمهور الوهراني وقف على كلمة رجل واحد لتشجيع المنتخبات المصرية في منافسة دورة وهران، حتى ظن المشاركين المصريين أنفسهم أنهم في أرض الكنانة ولم يبتعدوا عن مهد الحضارة. مصر إخوة، وإحنا حريصين دائما إن إحنا نحضر كل أعياد الجزائر في العيد الوطني، وكنا معسكرين مع الجزائر من 20 يوم وهم قبل رمضان كانوا عندنا، فإحنا أصدقاء الاتحاد والحكومة والشعب، أنا عارف بيحبنا قد إيه وإحنا بنحبه قد إيه. هي ثقافة وتقاليد ومبدأ الشعب الجزائري الذي تجسد على أرض الواقع بوقوفهم دائما إلى جانب القضايا العربية ودعم كل منتخباتها. مع مصر إحنا ما عندناش مشكلة، هي أبو هذيك دروك راها من الماضي، إحنا شغل تعاملنا معهم بزاف مصريين، ودروك بيسير أنا خاوة معهم، زعما ما عندناش بروبلم. الدم العربي هذا هو مصر في القلب، تونس، مغرب، كاع ان شاء الله راهم في القلب وسيبورتوهم، ومشي حاجه جديده علينا، هذه معروفه من بكري. الحمد لله ومرحبا بهم كاع لي زالجيريان وكاع لي مغربان وتول موند ان شاء الله. نحيي هذا من هذا المنبر تاع البحر الابيض المتوسط، الجزائر اول مره من وقت الاستقلال، الحمد لله. ونحيي كاع البلدان البحر الابيض، لبنان، سوريا، مصر، تونس. انا وهرنا واللي جي على الوهران خونا، ومرحبا بكم كالمصريين كالصباليون كاللي كاين. لكن يبقى الاهم ان دوره العاب البحر الابيض المتوسط جاءت في وقتها لتغيير نظره العالم نحو الجزائر وشعبها المضيف.